الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، في هذه الأمسية المباركة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسعد هذه الليلة عليكم ويجعلها من خير الليالي التي تمر عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى عراقنا الجريح نسأل الله تبارك وتعالى أن يلملم هذه الجراح ويبعد عنا كل سوء بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرؤى والحياة، والتي نستقبل فيها اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى على الأرقام التي ستظهر في أسفل الشاشة. حياكم الله وبياكم. أحبتي في الله، في الحلقة الماضية تكلمنا عن منام الهمة، واليوم نتكلم عن أمر هو أبعد من منام الهمة أو أعمق من منام الهمة، ألا وهو الكوابيس. الكثير من الناس من يتأثر بهذه الكوابيس ومن يعاني منها كثيرا. فنقول ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان معه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وإذا بأعرابي يدخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أني يقطع رأسي ويتدحرج في الأرض، فاشتد علي هذا الأمر وبدأت أسعى خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا القول وقال له: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه، لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. إذن هذا من تلعب الشيطان. وجاءنا في حديث آخر قد مررنا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان وما تحدث به النفس أو وحديث النفس. هذه أحبتي في الله الكوابيس وحلم الشيطان لا تخبر بها أحد، فإنها لا تضرك بإذن الله تبارك وتعالى ولن تضرك بإذن الله تبارك وتعالى. وعلاجها سهل جدا بإذن الله، هي يعني دائما كما قلنا ونكرر مرة أخرى: الوضوء، لا تنام إلا على وضوء، فالوضوء سلاح المؤمن. احنا في هذه المسألة ما عندنا سلاح، يعني ما تقدر تخلي سلاح يمك، لكن سلاحك هو الوضوء، تتوضأ فتحسن الوضوء فتنام، هذا سلاح بإذن الله تبارك وتعالى. ومعنا أول اتصال في هذه الليلة، الأخت رغد، يا مرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا عندي رؤية لبنت خالتي. عندك رؤية؟ رؤية، عندي رؤية لبنت خالتي. يعني بنت خالتك شافت الرؤية؟ لو أنت شفت الرؤية. نعم نعم، بنت خالتي شافتها. طيب. الشيخ، يعني دائما هي تحلم إنه غرفة هذا لابل يطيران، يعني واحد من أجنة شكله غريب. أخت رغد بس ارفعي لي صوتك لأن كل شيء ما أسمع. دائما تحلم بغرفة هذا لابل يلعبن ويطيران، ترى من عندها. بالابل أيه ويطيرا، واحد من عزين شكله غريب ومن اخبار. نعم كملي. الرؤية الثانية، دائما تحلم انه الكنتور مالتها بابا، يعني بابا كثر والملابس اللي يجين قشرة.
نعم. هي موظفة متزوجة؟ متزوجة. موظفة؟ لا لا ما موظفة. نعم. تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أخت رغد، ونشكر اتصالك، يا مرحبا بيك. طبعا هذه أخت رغد البلابل ويطيرا دائما، هي إذا تنتظر الظاهر من رؤياها أنه هي إذا تنتظر أخبار، يعني بحاجة إلى أخبار أو متشوقة إلى خبر معين أو إلى أخبار معينة إذا تنتظرها، لكن هذه الأخبار ماذا تجي. معنا اتصال علي من ذي قار. نعم يا أبو حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبي بر عبد الشير الأعلام. إيه تفضل وياكم. بس نصولي صوت التلفزيون واسمعوني من التليفون رجاء. وياكم إخوان. الو تفضلوا. علي انا عم الصالح. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. برنامج تفسير الاحلام. تفضل وياك، انت على الهواء، تفضل. نعم. انقطع الاتصال مع الاسف، وعدنا احمد من بغداد، يا مرحبا. نعم صحيح. الظاهر ان الاتصال انقطع ويا احمد. فهذه يا اختي رغد انه بنت خالتك ان تشوف بلابل، هي بحاجه الى هذه الأخبار، لكن هذه الأخبار هي تتوهم أنه هي تجيها، أو لكن هذه الأخبار هي يعني ما تجيها لحد الآن. الخبر اللي يفرحها مدى يجي لحد الآن، والله تبارك وتعالى أعلم. الكنتور بابه مكسور والملابس مطشرة، يعني الظاهر والله أعلم أنه هي عندها مشاكل زوجية بالبيت، علاقتها مع زوجها، وأنه هذه المشاكل يعني إذا تنقلها هي أو هو إلى يعني إلى خارج نطاقهم، يعني إذا يفشون سرهم. فنصيحة لله أنه المشكلة ما دامت بين الزوج وزوجته فهي ليست بمشكلة محلولة، لكن إذا تعدت راح تصير مشكلة وراح تكبر. هذه من باب النصيحة إن شاء الله. عندنا اتصال أبو أحمد من بغداد، يا مرحبا. يا مرحبا حياك الله أبو أحمد، تفضل. شيخنا أنا بالرؤية ثلاث مرات أحلم بصورة الكويرة. بس نصير التلفزيون يا أبو أحمد واسمعني من التليفون رجان. يعني سورة التكوير إذا الشمس كورت. التكوير أي نعم. نعم. ثلاث مرات أحلم بها بخلال شهر. نعم. بعد يا أبو أحمد. بس هاي الصورة وعندي يقين أنا بصحراء. نعم. عندي يقين أنا بصحراء، مو يعني مو منطقة بها بيوت أو شيء، بصحراء هذا هو. يعني بالرؤية بس أسمع الصدى. أي أي بس الصدى أسمع مع الكويرة. أنت بصحراء. أي نعم. نعم. شنو شغلك يا أبو أحمد؟ أنا موظف. نعم. تسمع الإجابة ورؤية خير إن شاء الله، ونشكر اتصالك. ويانا اتصال منى من بغداد، يا مرحبا. يا مرحبا أخت منى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ الله يسلمك ويحفظك. عندي سؤال. تفضلي.
شيخنا رجال الأحلام بالحيوانات الطاردين. شنو؟ أنا دائما أحلم بالحيوانات الطاردين مثل الخرفان. حيوانات؟ بقر. حيوانات. إيه بس حددي لي الحيوانات شنو؟ نعم مثل بقر. بقر. خرفان. بعد. بس. زين ياهو الأكثر في الطريق سألنا قدامي طريقي وقوة صعبة على أعضاء الطريق. زين ياهو الأكثر تشوفين الخرفان ولا البقر؟ لا البقر أكثر شيء. البقر أكثر شيء. نعم. زين تتذكرين أشكال البقر؟ اللون أبيض وأسود. جيد. زين حضرتك صغار وكبار. يا ست منى انت متزوجة؟ اي نعم انا متزوجة عندي اطفال. نعم تسمعين الاجابة وهاي رؤية خير ان شاء الله. اجابك اسمعين عن طريق التلفزيون لان صوتك حين ناصر شيخنا. تسمعين الاجابة ان شاء الله ورؤية خير ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. يا مرحبا. فهذه يا أختي رغد رؤية بنت خالتك يعني تدل على أنه أكو مشاكل بينها وبين زوجها، والظاهر من الرؤية أنه هي دا تطلع المشاكل أو هو دا يطلع المشاكل إلى خارج البيت، فعليهم أن يلملموا هذه الأمور، يلملموها بيناتهم ويسدون يغلقون هذا الباب على أنفسهم، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تحل كل المشاكل. رؤية أخونا أبو أحمد من بغداد رأى 3 مرات خلال شهر واحد صوت صدى في صحراء إذا الشمس كورت أو سورة التكوير. عندنا اتصال إن شاء الله ونرجع لرؤيته. أبو سمير من سامر حياك الله. تفضل يا أبو سمير حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ الله يحفظك ويسلمك. شيخ انا من سامر ابو سمير. على الراس تشرفنا بيك يا مرحبا. الله يخليك. شيخ انا عندي مشكله عندي مشكله ويا زوجتي، انا زعلان من زوجتي. نعم. ودائما احس فيها انه زاف فيها. دائما تحلم بيها شنو؟ دائما. ابو سمير نصي للتلفزيون، نصي للتلفزيون واسمعني من التليفون. دائما احلم بيها انه هي متزوجه. هسه انتم منفصلين؟ هسه انتم منفصلين لو شنو؟ ها؟ انتم منفصلين لو وياك هي بالبيت؟ لا لا هي لا زعلانة عدتها لها وما منفصلين ما مطلقين بس واضح بس دائما احلم بها انها هي متزوجة. متزوجة اكو فد اسم معين اللي متزوجته او شخص معين لو شنو؟ لا 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 ماكو معين يعني دائما احلم بها 6 مرات 7 مرات. نعم بس تحلم بها انه هي متزوجة. اي نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي النفوس ويرجعكم إلى وضعكم الطبيعي بإذن الله. ويانا أبو غزوان من العمارة يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي حلم والله يا شيخنا تقدر تصلي. رؤية خير إن شاء الله يا أبو غزوان. عند صديق كان يزور بالمشاي وحلم حلم. نعم. إيه فالحلم يشوف الناس وهي تمشي، ناس فيها تبكي وناس فيها تضحك. نعم. إيه والله شيخ إذا يعني أنت عندك حل له ومشكور. بس هذا اللي شافه، بس هذا اللي شافه. إيه بس هذا. زين الناس اللي شافهم هنا بالعراق لو بمكة؟ لا
الشباب بالعراق هو يوت عن طريق المشايه هو جايب. ها هو يعني مو المكة يعني هنا نعم بالعراق. تسمع الإجابة يا أبو غزوان ونشكر اتصالك وحياك الله. مشكور مشكور فأخونا أبو أحمد هذه تدل على أنه والله تبارك وتعالى أعلم. يعني إذا الشمس كورت سورة التكوير يعني فيها شيء. حاول أن تدفع هذه الأمور للمشاكل اللي تجيك، حاول تدفعها بالدعاء، حاول تدفعها بالدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء كما جاء في الأثر، الدعاء والقضاء يعتلجان يعني يتصارعان في السماء. فادفع بالدعاء والاستغفار وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يكفيك شر المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى. ويانا اتصال الأخت خولة من الأنبار. يا مرحبا. تفضلي يا أخت خولة. يا مرحبا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ممكن أفسر لك وضعي مع زوجي؟ تفضلي خيتي. زوجي شاف وضعي شيخ. شاف هو شايف بحر. شنو شاف؟ شاف البحر خضار. بس على كيفك اخت خوله ما سمعت زين. زوجي نعم شاف بالرؤية. ايه الشيخ شاف بحر بقر. اي نعم صف البقر خضار. صف البقر شنو؟ اخضر يعني. صف البقر شنو يا أخت خولة؟ لا أخضر. والله ما دافتم. كملي الرؤية كملي. شيخ زوجي نعم شيخ فقام يصيد سمك. قام يصيد سمك زوجي. يصيد سمك نعم. اي نعم شيخ. بعد يا اخت خوله. اي نعم شيخ. ويصيد سمك شيخ يمشي بالطريق ويوزع. ما شاء الله. يوزع سمك. شو يشتغل زوجك يا اخت خوله؟ نعم. شو يشتغل زوجك؟ الشيخ زوجي يشتغل أعمال فرغ. نعم تسمعين الإجابة إن شاء الله ورؤية خير بإذن الله. بارك الله بك شيخ وبيج حياك الله. يا مرحبا. السلام عليكم. أم ريام. ويانا اتصال أم ريان من دهوك. يا مرحبا. أم ريان من دهوك. يا مرحبا نشرف بيك. مرحبا الشيخ. مرحبا أهلا وسهلا بيك. بس أم ريان الله يحفظك نصيلي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون دوما يا شيخ. دوما يا شيخ احلى منع بيت قديم كنا ساكنين بينه يعني سنين صالي تقريبا 15 سنة كنا عفنانه بس يظل يجيني بالحلم. ما بيتكم القديم؟ ايه نعم يعني ايه
قبل 15 سنة تركتوه. شلتوه أنا وإمي، أنا قاعدي وناس يمي عاد أقول بعد ما أعوف هذا البيت وراح أعيش بينه. نعم جميل. كم ليام ريان بعد؟ إيه هذا يعني ما خشقه، يعني ما يتركني هالحلم. جميل، هذه رؤية خير إن شاء الله وبيها بشارات خير إن شاء الله. تسمعين يعني الإجابة يا أم ريان، ونشكر اتصالك. ويانا اتصال أبو أحمد من بغداد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. يا أخي رؤية خير إن شاء الله. دخلنا في قبر في لحد، فلقى باللحد ورقة بيضة. أنت اللي شفت هاي الرؤية يا أبو أحمد؟ إي لقى في لحد لحد لقى ورقة بيضة وقوات. إي وخلف الثعبان، فمنطب الثعبان يجي من عنده، قمت قصة القبر اللحد بورقة بيضة. ما شفت المكتوب على الورقة البيضة؟ ورقة بيضة فارغة. طيب شنو اللي لقيت بيه؟ بعد غير الورقة البيضة شنو اللي لقيت بيه ما سمعتك زين؟ لا لا كل شيء ما في بس بيه. لا قلت انهزمت من عنده؟ بيه هو بيه تعبان، بس التعبان ما يعني واكو واحد ناداه قال له كتابان موجود بس ما نقدر تعبان بس ورقه بيضه ودور. نعم نعم نعم. رؤية خير ان شاء الله وتسمع الاجابه، ونشكر اتصالك يا ابو احمد. الاخت منى من بغداد تشوف ويانا اتصال. أم شاكر من بغداد، يا مرحبا. مرحبا. مرحب يا أهل سهل. على مدى أردت أشوف رؤية مالتي هذه شيخنا، على مدى حلمت حلم بأن زوجي متزوج ابني، والابنية هاي أعرفها يعني متزوجة بس زوجها مسجون. نعم. ورؤية ثانية لا والدتي متوفية لكن بحضنها ابنية وانقذناها لابنية ومسميتها رقية. جميل جدا، بس قول عيدي للرؤية الثانية الله يحفظك. الرؤية الثانية أمي بحضنها نعم. قفلة انقذني إياها وسميتها رقية. نعم. ايوه أمي متوفية. نعم. تسمعين الإجابة إن شاء الله ونشكر اتصالك. تسلم شيخ، مع السلامة. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بك. نعم أحبتي في الله، هذا رؤية الأخت منى من بغداد، ويانا اتصال نكمل إن شاء الله ونرجع للأخت منى. تفضل يا من ويانا؟ محمد من بغداد. لا من عجل. منين يا محمد؟ نعم انا شفت رؤيا على جالي شاب انا اسكي. الو اسمعك تفضل. على جالي شاب ومن أنا الشجرة ما تصافه من أنا الشجرة ما تدور الشجرة ناشر الإخصان ماته تقريبا يلقى عليه شوية اسمعت بيها في الصوت ما القرآن قرآن لو حديث لو يعني قرآن زين نجيس ما حدنا لو يجب تأثر شو قال الشجرة شديها شانا كتير من عدرة من مصر الولد ابني اليوم نزلون قرآن بيض جناحين من نوع حمر ونزل على قصن وما شجرات النص الصاف. جيت اتمشى عليه زمان من الطيور رجعا مش جرى ما تفيد
بطنها ما يدري ان اعراض هي شيء، بس صوت جميل يعني. للاسف انقطع الاتصال، وهو الاتصال كان يعني الصوت غير واضح بصراحة، وما فهمت الكثير من الكلام. ويانا أبو نرجس من سامرة، يا مرحبا. انقطع ويا أبو نرجس. أحبتي في الله، نأخذ فاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا حياكم الله. حياكم الله وبياكم أحبتي في الله في هذه الأمسية المباركة. ونذكر أن يوم الاثنين هو ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أعمالنا الصالحة الحسنة إليه، وأن يتجاوز عنا جميعا سيئاتنا بإذن الله تبارك وتعالى. ويانا اتصال من أربيل، الأخ صالح، حياك الله. مرحبا، اهلا وسهلا بك شيخ. انا مرات احلم بناس كانوا يشتغلون معي قبل، انا كنت عسكري، متوفين، هم متوفين. نعم، شو تشوف فيهم يا صالح؟ نعم، شو تشوف بالرؤيه؟ شو تشوفهم؟ اشوفهم يعني مثل قبل، في شلون كنا بالخدمه يعني وياهم، اشوفهم قبل مثل شلون كنا بالخدمه. نعم، بالشغل يعني. نعم، رؤيه خير ان شاء الله، وتسمع الاجابه باذن الله. شيخ عندي زوجتي حلمت. نعم. لانه استلمت ظرف مضروب من رجل. عيد للرؤيه بلا زحمه. يعني زوجتي استلمت ظرف مضروب يعني من رجل. من رجل، ايش بيه هذا الظرف؟ ظرف مضروب ما فتحتها. نعم. جيد. وكثير احلم هاني اتوضا. تتوضا؟ اتوضا مي صافي، مي واضح يعني صافي. جميل جميل. اتوضا واروح للصلاة. جميل جدا. رؤية خير إن شاء الله، وتسمع الإجابة يا أخ صالح، ونشكر اتصالك، حياك الله. شكرا. ويانا اتصال الأخ أحمد من صلاح الدين، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا شيخ عزيز. يا الله يحفظك ويسلمك عيني. شيخ عزيز، عندي أختي حلمت. أختك حلمت؟ نعم. نعم. حلمت لان هي تبغى تشيل المقبرة. شو تسوي بالمطبخ؟ بالمقبرة. بالمقبرة؟ نعم. شو تسوي؟ لكن في سايكة واحد طالع النظرة يحلي لابس ملابس كبيرة. نعم. وبقيت واقفة واقفة همين لابسة أبيض، فهذا يمشي ويوزع قطع أبيض همين الزول الناس واقفين. نعم. فانباوا علي إن اللحد أظلم أظلم حيل أظلم. نعم. فهي همارة
قالت لي شوفين هاي المرة اللي أبكي أكفد ورايا، فأنباروا هاي مسافة، قالت لي والله ما نشوف أي مرة ورايا بس تشوفينها. نعم فحاسين ما في شيء. نعم بعد. نعم. يا أحمد عين شيخ بعد عين شيخ شيخ الله يسلمك ويحفظك وتسمع الإجابة إن شاء الله. ونرجع إلى رؤية منى ونعتذر جدا لأن أظن والله أعلم أنه حضرتك هسه مشدود أعصابك لأن كل ساعة أقول رؤية منى رؤية منى وما أكمل، فنعتذر لهذا الأمر. الأخت منى من بغداد متزوجة وعندها أطفال وترى نفسها انه هي مطاردة من بقر ومن خرفان، والبقر اكثر، هذه رؤيا خير بإذن الله تبارك وتعالى، والبقر دائما يدل على البركة وعلى النماء وعلى الخير الواسع بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني في هذه الأيام المقبلة يعني في حياتك المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى تجدين وتلمسين هذا الأمر أنه أكو خير وبركة ونماء، هذه كلها تدل عليها هذا البقر، يدل عليها هذا البقر بإذن الله سبحانه وتعالى. والخرفان دائما يعني تدل على أن معشرك أو أصدقائك صديقاتك الحولك هم أناس أهل فطنة أهل فطرة، أناس ذوي أخلاق حسنة، أناس طيبين الأخلاق طيبين الأفعال، وهذه رؤية خير إن شاء الله وبها بشارة خير إن شاء الله. أبو سمر من سامرة، أبو سمير من سامرة يشوف دائما هو منفصل عن زوجته ويشوف دائما زوجته متزوجة، هذه يعني العقل الباطن اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، وقلنا انه اذا اكو فتشي في نفسك فالعقل الباطن يظهر عليك بالمنام، هذا من كثرة التفكير بالامر واكيد انت تفتقدها. فنصيحتي لك يا ابو سمير انه تعالج هذه المشاكل ان شاء الله وترجع زوجتك باذن الله او ترجع زوجتك لك. أبو غزوان من العمارة نشرف باتصالك وحياك الله في هذه الأمسية المباركة، شاف صديقة بالمنام أو صديقة بالمنام يرى الناس يبكون ويضحكون، وهذا واقع حال الناس يا أبو غزوان، واقع حال كل أهلنا في العراق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع، فهم بين يعني صاحب مصاب وبين صاحب فرحة، وإن شاء الله ربي يديم علينا الفرح دائما بإذن الله تبارك وتعالى. الاتصال الأخت خولة من الأنبار، بصراحة يعني أنا بداية الرؤية ما شفتها ما سمعتها زين، لكن زوجك شاف بقر وبعدين اصطاد سمك وبعدين قام يوزع السمك على الناس، هذه رؤية خير إن شاء الله وبشارة خير بإذن الله. فالبقر اللي شافه زوجك هو يدل على مثل ما قلنا قبل قليل النماء والبركة والخير الكثير بإذن الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. اصطياد السمك هذا يعني يدل على أن هناك رزق يأتيكم بإذن الله. توزيع للناس هذا يدل على أنه سيقوم بأمر معروف، واليوم الناس الكثير الكثير من الناس بحاجة إلى إعانة، بحاجة إلى من يهتم إلى أمرهم، وقناة سامراء قناتكم رفعت راية هذه الحملة، أعينوهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن الكل المعاناة بإذن الله ويبعد عن الكل الحاجة والسؤال إن شاء الله. أم ريان من دهوك تشوف البيت القديم وهي تركته قبل 15 سنة وتراه دائما، هذا فيه بشارة يا أم ريان
انه اللحظات السعيده باذن الله ستعود اليك ان شاء الله، انه اللحظات الفرح ستعود اليك ان شاء الله. يعني كل ما تشوفين رؤيتك انه انت صغيره مثلا، او تشوفين رؤيتك انه انت بمكان البيت اللي تربيتي بيه او البيت القديم، هذا اكيد يعني فيه لحظات فرح، واكيد فيه يعني فهذه رؤية خير إن شاء الله، إنه لحظات الفرح ستعود إليك إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من بغداد شاف قبر وبي لحد وبي ورقة بيضة وبي ثعبان، هذه يعني تدل على يعني بإذن الله رؤيتك تدل على خير إن شاء الله. ففيه إشارة إنه عندك مشكلة، وهذه المشكلة ستجد لها حل بإذن الله تبارك وتعالى، ستجد لها حل بإذن الله. ومع حل هذه المشكلة هناك عدو، يعني شلون تقول واقف لك في هذه المشكلة أو متسبب لك في هذه المشكلة، لكن الحل ستجده أمامك إن شاء الله. وأخذنا اتصال الأخت أم شاكر من بغداد، شوف بالمنام انه زوجها متزوج بنية، هذه فيه اشارة انه زوجك يعني راح يقدم مساعدة، او عن طريقة ستتم مساعدة هذه المرأة المنكوبة باذن الله. الرؤية الثانية والدتك بحضنها طفلة وبعدين حولتها لك وسمتها رقية، يعني اكو فد هم مهمومين، يعني مهمومة بي انت حضرتك، فهذا الهم، لكن هذا الهم بإذن الله يعني يرفعك بين الناس، يعني في حل هذه المشكلة ترفعين يرفع قدرك بين الناس بإذن الله. وناخذ اتصال الأخت زينة من بغداد. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ديز، أنا عندي أخوي مفقود. يعني كل ما أحلم به يجيني مجروح. تحلمين بيه؟ كل ما أتحلم به يجي مجروح، يجيني البيت بس هو مجروح. تحلمت مرة كأني جاي وقلت له شلون جيت؟ ابن عمي وين؟ قال لي ابن عمي توفى. نعم. قلت له انت شلون جيت؟ قال انا كان بيدي سلاح. قال هاي انت مشققه من فكر السلاح. نعم. تحلمت بيه صار له شقد مفقود؟ حمت انه جسمه كله من كثر التعذيب وهاي صاير ازعج. واخوي صار معجون بيده يريد يداويه. مره ثانيه صار له شقد مفقود؟ كانه شو اسمه ظهره مشقق، شلون الحجامه؟ صار له شقد مفقود؟ صار له شقد مفقود؟ صار له شهر ثامن. قبل 8 اشهر. نعم. شيخنا يعني تفكرون بي دائما يا اخت زينة؟ تكلمت بيها اعتقد اليومين. اي قلت تتكرر هذه الرؤية، تتكرر تشوفيه دائما بالرؤية؟ في دائما اشوف انه يعني يجي مجروح، يجي مشقوق، يجي ظهره مشقوق، يجي متعذب يعني. بس تحلمت قبل يومين يعني. نعم. جاي اخوي ومطر اختي ستي يقول لي شقي حلقي وخليه لمده سنه ونص. فانا رجعت لامي قلت لها اخوي يقول راح اجي بعد سنه ونص. نعم. اختي هون قبل ستين اخذتها من اختي قلت لها لا تطينا نفسنا او طين السكين، هو قام يصيح عليها راح جاب الموت من جنوك وش اسمه شيء حلقي يعني شفاته شجاهن قطعهن. انا بالنسبه لي ما شفته مش شجاهن بس احس بيه يعني هو قدامي دايروش على المرايه وشقق بيه وكانه ما ادري شنو طاح من عنده مي او شيء نقط من عندي ما شفته بالضبط. اجي تغرب من عندي إن شاء الله ربي يطمنكم عليه وتسمعون الأخبار الطيبة عنه إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم
بحالكم بحال جميع كل من فقد له عزيز وحبيب. وتسمعين الإجابة يا أخو زينة ونشكر اتصالك. ويانا اتصال أحمد من بغداد. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أبو شهاب. شلون شيخنا؟ الله يحفظك ويسلمك. ترى عندي رؤيتين. نعم. الأولى أن زوجة أخوي صاعدة فوق تل عالي، وهذا التل فيه الكثير من النخل يعني، وهي بيدها معون وتشيل التمر وتخلف المعون. أبو شهاب أبو شهاب أبو شهاب بس نعم. على كيفك نعم. بس على كيفك بس على كيفك حتى يعني أفهم الرؤية. بس على نعم. كيفك نعم. زوجة نعم. أخوك صاعدة فوق تل عالي. أي هذا التل فيه يعني الكثير من النخل. نعم نعم. وبيها طاسة تحوش التمر تخلف الطاسة. نعم نعم. والبارة تنكرسها التمر وقام تبدي منها ومنها يعني. نعم نعم. الرؤية الثانية يا أحمد. الرؤية الثانية أن والدتي حلمت بجديتي. نعم. جديتي متوفية، فكان جديتي كان لبون بديئة وترش بالبيت. نعم نعم. وقامت أمي يعني بغسل هذا البول على تكرار. نعم. وبعدين أمي يعني تعور أصبحها يعني أثناء الغسول، بس لم يخرج دم من أصبحها. والدتك نعم. غسلت هذا النقاسة وبعدين؟ نعم. والدتي هي غسلت تكرم البول وبعدين نعم. تعور أصبحها وأصبحها ما طلع من عندها أي دم. نعم نعم. وانتهى الحلم. انتهت. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ أحمد ونشكر اتصالك. ويانا اتصال أم محمد من بغداد. يا مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ شلونك؟ الله يسلمك خيتي. يا مرحبا. الله يحفظك. شيخنا أني والدي متوفي قبل كم سنة. نعم. يعني أنا مو بس هذا الحلم أحلمي دائما، بس من ضمن أنه هذا الحلم قبل يوم حلمت أنه هو بال يعني بالكابوت، وأنا يعني قاعدة يمه وأبكي يعني بكي كلش يعني، شلون نقول واحد يبكي يعني من كل قلبه يعني، بكيت كلش يم راسه. وإذا أبوي بالكابوت على هيئة طفل يعني رضيع يعني بالحلم. وبنفس الحلم أنا يعني جد ما مقهورة عليه وقاعدة أشكيله يعني حال أهلي من بعده، حال أمي أخواتي من بعده. بنفس الحلم يعني قلت له أنه أنت شلون ما عندك فلوس جوا إيدك؟ أنا قررت يعني أخصص لك من راتبي كل شهر أنطيك يعني فلوس خلي بجيبك، شلون أنت يعني ما عندك فلوس؟ نعم. يعني نفس الحلم. نعم. أي هو هذا الحلم شيخنا. تسمعين إجابة إن شاء الله واللي تريح بالك بإذن الله على هذه الرؤية. ونشكر الله اتصالك يا أم محمد. حياك الله. تسلم عيني. تسلم. حياك الله يا محمد. محمد من بغداد رأى نهر، وهذا النهر اكو بيه لكن الرؤية ما كملت، بيه شجرة تتكلم او تنطق بالقرآن الكريم، فهذه رؤية خير ان شاء الله. نعم هي رؤية خير بإذن الله تبارك وتعالى، يعني سماع القرآن الكريم في الرؤية عموما اذا ما عرفت السورة شنو هي، لكن هو يدل على البركة ويدل على النماء بإذن الله. الأخ صالح من أربيل يشوف أصدقاء الميتين. أخ صالح يعني أكو فد أمور حضرتك يعني حاول تبتعد عنها في حياتك اليومية، هذا فيه إشارة
الرؤية هذه رؤية أصدقائك الميتين فيها إشارة أنه أنت مدى تهتم بالأمور اللي تنشطك واللي تطلعك لحياة أفضل، لحياة أفضل، يعني باقي في أمور مدى تقدمك مدى تطورك. حاول أنه تبحث عن أمور تطور بها نفسك وعائلتك بإذن الله. وشايف رؤية أنه هو يتوضأ، هذه الرؤية رؤية خير بإذن الله ومي صافي. أكو هناك حل للمشاكل راح يصير عندك، وأكو هناك يعني حصانة نوعا ما تجيك، حصانة أو علاقات مع مسؤولين مع كبار راح تنقلك إلى أمور أخرى بإذن الله. رؤية زوجتك استلم الظرف، طبعا هو الاستلام الظرف يعني يأتي فيه خبر ويأتي فيه هدية، هي يا إما راح يجيكم خبر جميل أو راح تجيكم هدية بإذن الله. الأخ أحمد من صلاح الدين، أخته رأت في المنام أنه هي تمشي بالمقبرة والرجل يمشي ويوزع وصل بيض والرؤية مالتها، فبإذن الله أنه يعني فيها إشارة الظاهر والله أعلم أنه هي دتعاني مثل ما ديعاني البيت كله من هذه المشاكل. بإذن الله أنه أكو حلول راح تجيكم خلال هذه الفترة، وهذه الحلول يعني تساعدكم على مشاكلكم بإذن الله. زينة من بغداد يعني شافت أخوها دائما يعني المخطوف أو المفقود، وشافته دائما نشوفه بهذه الرؤية. احنا تكلمنا يا أخو زينة وقلنا مسألة هذه أضغاث الأحلام أو منام الهمة أو العقل الباطن، فلا بد يعني أنه أنتم تفكرون به أو تجيبون طارية بشكل أو بآخر. فنسأل الله تبارك وتعالى، ونحن ندعو لكم وندعو لكل من فقد عزيز عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يريح قلبكم ويطمنكم عليه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه رؤياك بخصوص أخوك هي من قبيل أضغاث الأحلام ولا تؤول، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ أحمد من بغداد شاف زوجة أخوه صاعدة على تلة عالية، الصعود طبعا دائما هو جميل جدا في الرؤية، الصعود دائما أو غالبا هو جميل جدا في الرؤية. وهذه بعد ما صعد شايفة نخل، النخيل يدل على الناس الأصلاء، الرجال الأصلاء، أصحاب الأصل، المنبع الطيب، هكذا يدل النخيل. وهي تأخذ من عندهم تمر، هذا هي يعني تنتفع من أفعالهم أو من ما اللي يقدموه لها بإذن الله. هذه رؤية خير ورؤية جميلة جدا. والدتها شافت بالمنام أنه والدتها تكرمون شايلة يعني البول وترشه بالبيت، وبعدين هي غسلت البول، يعني الظاهر أنه أكو مشاكل، لكن والدتك نسأل الله أن يحفظها يعني دتلملم هذه المشاكل ودتبعد هذه المشاكل من البيت ودتنهي هذه المشاكل من البيت، وإن كانت هذه الأمور فيها معاناة عليها، فيها معاناة عليها، لكن هي متحملة هذه المسألة ودتنهيها هذه المسألة بصورة جيدة جدا بإذن الله. يا أحمد ادعو لها والدتك ونسأل الله أن يحفظها خيمة عليكم. واتصال أم محمد من بغداد شافت أحبتي في الله، اتصال أم محمد إن شاء الله على الحلقة القادمة بإذن الله.
فهذا إلى هنا انتهى وقت البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم النعم علينا وعليكم جميعا، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.